اعتبر المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وبعض أدعياء السلفية يريدون إعادة نظام القذافي، مطالباً من سماهم المجاهدين بأن لا يكلوا ولا يملوا حتى يحرروا أهل بنغازي. وقال الغرياني خلال برنامج الإسلام والحياة بقناة التناصح: هناك معسكران، معسكر حفتر وبعض أدعياء السلفية وأنصارهم ممن يريد إعادة نظام القذافي ومعسكر المجاهدين أهل الدين والحق. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط.الواي.